قال إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. والمقصود هنا أن الله تبارك وتعالى لطيف خبير بعباده، لا يجمع لهم بين قدر منفك عن اللطف، وهذا من كمال رحمته وعظيم قدرته في آن واحد، ولا يقدر على هذا إلا الله. إذا أدرك المؤمن هذا، علم أنه إن أخرج بيده دينارا زاد أو نقص فوضعه في يد مسكين ولم يره أحد، فإن رب العالمين يعلم ويثيب